لا تزال قضية المسن المصاب بأمراض عقلية والمتوفي في مستشفى الثورة العام حاضرة في أوساط الرأي العام بتعز. فبعد أكثر من 24 ساعة من حادثة سقوط المسن من أحد عبارات المدينة وما ترتب على هذا الأمر من ظهور المصاب في مقطع مصور عبر أحد الناشطين يتهم فيه المستشفى بإهمال المريض وتركه ينزف في قسم الطوارئ قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه، تواصلت تفاعلات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. نرصد لكم بعضا من التفاعلات المستمرة مع الحادثة، ونبدأ هذه التفاعلات بما كتبه كريم الشاذلي الذي يقول: روحه المحلقة فوقكم ستلاحقكم يا من تحكمون تعز، فوالله لن تفلحوا ولن ترى تعز النور وأنتم من تحكمونها. تم إسعافه إلى هيئة مستشفى الثورة وظل يصارع سكرات الموت ولمدة 24 ساعة ولا أحد حاول إسعافه ولو بإبرة، وهو يتألم من جروح غائرة. هذا إنسان أولا وأخيرا. وأيضا ختم كلامه قائلا: يجب إقالة وتغيير الطاقم الفاسد في مستشفى الثورة بتعز ومحاسبة المسؤول عن هذا العبث. ننتقل أيضا إلى تغريدة لمحمد عبد المغني أو منشور يقول فيه: مات الرجل في ممر الطوارئ التابع لهيئة مستشفى الثورة، مات المسكين وهو ينتظر ملائكة الإنسانية والرحمة تضم جراحه، وتوقف نزيفة والطبيب المختص يهتم فيه، مات في داخل أكبر هيئة في تعز تتبع رئاسة الوزراء، مات من دون حيلة ولا مال ولا أهل ولا أحد يعرف مكانه. طبعا مشاهدينا، استمرار الضغط الشعبي والتناول الكبير للحادثة دفع رئيس نيابة الاستئناف في محافظة تعز إلى التوجيه بالتحقيق وكشف ملابسات القضية للرأي العام. يقول بيان رئيس النيابة، هذا هو بيان رئيس النيابة الذي وجه فيه بجمع الاستدلالات في واقعة التسبب وأيضا موافاة النيابة بما حصل. أيضا يقول أن هناك فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيه أن هناك شخص توفي في قسم الطوارئ في مستشفى الثورة دون أن يتلقى الإسعافات اللازمة. طبعا هيئة مستشفى الثورة علقت على الحادثة وقالت أنها تعاملت مع المصاب وقدمت له كل الإجراءات الطبية اللازمة، واتهمت الحملة الإعلامية بالنيل من كوادر الهيئة الطبية. يقول بيان الهيئة، نريد لكم بيان الهيئة نصا، أنهم استقبلوا في قسم الطوارئ، ذكروا التاريخ والساعة، حالة الشخص المجهول الذي يناهز عمره 70 وهو يعاني من عدة جروح دامية، وتم تقديم الإجراءات الضرورية المنقذة للحياة. يقول البيان أيضا أنه تم إعادة الحالة لقسم الطوارئ لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة والاطلاع على نتائج الاستقصاءات الطبية والتنسيق للرقود. ويواصل البيان أن الشخص المصور يتحدث عن المصور الذي وصل إلى قسم الطوارئ أنه وصل بعد تقديم الخدمات الطبية للمصاب ولم يكن ضمن من قاموا بإيصال المريض إلى المستشفى، ويقول أنها تدهورت حالة المريض فجأة ليتم نقله إلى غرفة الإنعاش القلبي الرئوي ومحاولة إنقاذ حياته، وأيضا نقل إلى قسم العناية المركزة قبل أن يتوفى. ويقول البيان في نهاية البيان أن تسجيلات كاميرات المراقبة أثبتت أن من نشر فيديو الحالة كان يتردد على قسم الطوارئ للتصوير بغرض النشر في مواقع التواصل ونسف الجهود المقدمة لإنقاذ المريض. إذن هذا هو رد هيئة مستشفى الثورة التي علقت على الحادثة. ضمن دائرة التفاعل المجتمعي مع الحادثة برز اسم الشاب المسعف للمسن سليم محمد علي سعيد، هذا الشاب الذي تولى مهمة إسعاف المسن بعد سقوطه في سائلة التحرير وأوصله إلى قسم الطوارئ في مستشفى الثورة. ولعظيم ما صنع الشاب سليم فقد تحولت صورته، هذا هو سليم الذي نشاهده الآن، تحولت هذه الصورة إلى أيقونة على منصات التواصل تداولها الكثير من الناشطين كنوع من الامتنان. الناشطون تداولوا هذه الصورة، صورة الشاب سليم، من ضمن من تفاعلوا مع هذه الصورة محمد القرشي الذي يعلق على صورة الشاب ويقول: ما أنبلك وما أعظم ما قمت به، وأن الكلمات لا تكفي، ولو كنت في دولة أخرى لكرمت وأجزلت من العطايا لما فعلت. هذا الشاب الذي ساعد الرجل وأنقذه
وحده، وللعلم أنه بعد طلوعه من السائلة نزل سيل كبير كان من الممكن أن يودي بحياة الشاب والرجل بنفس اللحظة، تعظيم سلام. أما مدين فيقول في تغريدة عن هذا الشاب: هذا الشخص يجب أن نرفع صورته على صفحاتنا، سلام تعظيم لهذا الرجل الذي يحمل قلب أبيض، ومن حاول إنقاذ الشخص المريض من داخل السائلة بعد سقوطه. اسمه محمد علي سعيد، شاب صغير نحيل الجسم، سبحان الله من أعطاه هذه القوة. الدكتور ياسين أيضا يقول: ونعم فيه، هذا الشاب بطل ويستحق التكريم والمكافأة، لقد سجل موقف بطولي لإنقاذ روح، له منا كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله سنكافئه بمبلغ رمزي 100,000 ريال يمني.